واستقرار وما في شيء حوالينا، يعني كل من بيته على شغله ومن شغله على بيته هيك، يعني ما في أكثر من يعني هيك، من بيته بيت على شغله وعايشين الحمد لله بأمان، وما في شيء حوالينا لبين ما صار عندنا هالهجوم هذا أردوغان مرتزقته. بس اضطرينا نطلع، في أطفال وفي نساء، فاضطرينا نطلع بالليل، يعني الساعة واحدة تقريبا طلعنا بالليل، اللي عنده سيارة طلع فيها واللي ما عنده طلع مشي. كان عم تصير قصف على قريتكم؟ قربوا على القرية فاضطرينا نطلع. لا هذا الشيء مو صحيح، لأنه منطقتنا آمن من 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 عنده، منطقتنا آمن من منطقته هو، فهذا كله يعني حكي فاضي. يعني الحمد لله عايشين وأمان وما في حوالينا كل شيء، يعني الحمد لله. لو منطقتنا مو آمنة ما طلعنا من بيوتنا ودشرنا أرزاقنا ودشرنا أراضينا وبيوتنا. كان عندكم أراضي وهيك شيء محصول؟ كان عندكم محصول قبل ما نعم كلا ما حشنا، وعندنا خيار تركناه ومشروع أراضي تركناه وطلعنا، ولا اضطرينا نطلع لأنه يعني المكان اللي احنا عايشين فيه صاير بجنب المنطقة بجنب الحدود.